سيطرنا على المقابله وخلقنا عده فرص، ولكن الفعاليه ما كانتش كاينه، وفريق الخصم استغل فرصتين اللي جاوه سجل فيهم الهدفين، اللي نظن انه هذا هو الفارق اللي صنع اليوم في المقابله هذه. ولكن هذا يخلينا نراجعوا امورنا، يعني فوز مستحق. شفنا كل مجريات المقابله، يعني الاستحواذ تركناه لفريق الخصم، يعني اللي درسناه بطريقه جيده، تركنا له الاستحواذ، كنا نحوسوا على المرتدات، على الهجمات السريعه. الحمد لله ربي وفقنا، يعني في بدايه المقابله سجلنا هدف اللي اعطانا ثقه كبيره في النفس، اعطى ثقه للاعبين، يعني رغم اننا لعبنا مع فريق قوي، فريق محترم يبحث عن يكون في البوديوم. الحمد لله يعني 3 نقاط ثمينه، 3 نقاط ثمينه ما يختلكش. السيمان الاخر هذه كامل بريبارينا ووجدنا لهذه المباراه، باسكو ما يختلفش هذا هو الفيراج تاعنا. الحمد لله 3 نقاط في الراسي تاعنا ونهديوها للانصار. الحمد لله على الفوز هذا اللي حققناه اليوم مع فريق كبير شبيبة الساورة، بعد ما جهودات كبيره من كانت من اللاعبين. الحمد لله، وان شاء الله نزيدو نكملوا في هذا المنوال، نعاودو نولوا سكه الانتصارات ان شاء الله.